ينضم معي من جدة مراسل الأخبارية خالد المطرفي. خالد مساء الخير، يعطيك العافية. خالد، كيف هو الإقبال على المراكز بالنسبة للطلاب والطالبات؟ الآن هناك إقبال كبير جدا، محاولة للحاق بالعام الدراسي من أوله. نعم فيصل، كان الضغط متواجد قبل اليوم 8 أغسطس، وكان عدد الطلاب بشكل كبير ممن لم يتلقوا جرعتهم الأولى أخذوها قبل 8 أغسطس، وبدأت جدولة المواعيد للجرعة الثانية قبل بداية وانطلاق العام الدراسي الجديد، لذلك كان الازدحام شديد قبل 8 أغسطس، وأيضا هم يتوافدون بشكل مستمر لأخذ الجرعة الثانية، والأغلب سيأخذها قبل بداية عامه الجديد، أي قبل بداية الدراسة بإذن الله. فيصل، لدينا في مركز اللقاحات اليوم هنا في مركز اللقاحات بالمطار أكثر من 1600 شخص أو مستفيد من أخذ جرعات فيروس كورونا سواء الأولى أو الثانية، وأيضا نجد الإقبال من المواطنين والمقيمين، لكن هذا التوقيت يعتبر يعني غير مفضل للأغلب، لأنه يعني هو وقت للجمعات بعد صلاة الجمعة في الغالب، لذلك يكون الإقبال أقل قليلا، وتبدأ الكثافة بالازدياد مساء في مراكز اللقاحات. هذا المركز يستقبل يوميا فيصل ما يزيد عن 11,000 مستفيد ومستفيدة بشكل يومي، ويستطيع أيضا استيعاب أكثر من هذا العدد بشكل يومي، ويعني وصل في أيام إلى ما يقارب 14,000 مستفيد ومستفيدة لأخذ جرعات فيروس كورونا. الجميع هنا يعمل لخدمة المواطن والمقيم بشكل يعني كامل من بداية دخولهم حتى أخذ الجرعات ثم الخروج من مركز اللقاحات بشكل آمن وسليم فيصل. لذلك جميع الطلاب يأخذون جرعاتهم بشكل آمن أيضا، وخلال رحلتهم الممتدة من بداية الدخول حتى الخروج. أيضا إذا ما تحدثنا عن المرحلة الابتدائية والروضة، فهم سيدرسون بشكل أو من خلال التعليم عن بعد خلال الفترة القادمة، حتى يتم تحصين 70% من المجتمع أو يعني الوصول لتاريخ 30/10/2021، أيهما يسبق أولا هذا الذي سيكون أيضا هو بداية المرحلتين الروضة والابتدائية فيصل. نعم شكرا جزيلا لك زميلي خالد المطرفي على هذه المعلومات.